للاسف يعني جاي نشوف بانه المحافظات او النواب اللي يطلعون من المحافظات غير نفطيه هم اللي جاي يثيرون هاي الازمه. احنا اذا يجينا النفط الخام بسعر عالي اعلى من السعر حاليا الموجود، احنا مضطرين نبيعه بسعر عالي، وهذا الشيء راح ياثر على المواطن البسيط. بالتالي يعني ازمه احنا ما نريد يعني نخلقها صراحه. يعني اذا يجي بسعر عالي نبيعه بسعر مدعوم هذا الشيء راح يؤدي الى هيكله شركات المصافي، مصافي الجنوب ضمن تشكيلات التصفيه الموجوده ضمن وزاره النفط. زين هاي الشركات بيجي عفوا بيجي وكربلاء مو مفتحن، شنو الداعي انه ما يجي بسعر مدعوم؟ ماكو اي مشكله، احنا ما عندنا اي مشكله، احنا كمصافي الجنوب يجوز احنا نمتاز اكثر من بقيه الشركات النفطيه او شركات التصفيه بالتوسعه الموجوده عندنا. عندنا وحدات جديده انفتحت، عندنا وحده التكرير الثالثه انفتحت قبل سنتين، وحده تحسين بنزين الثالثه، عندنا وحده التكرير الرابعه انفتحت هاي السنه، عندنا وحده الازمره انفتحت هسه حديثا راح يجي السيد السوداني يفتتحها رسميا بعد ايام. مشروع الاف بي سي هذا هو مصفى متكامل، مصفى متكامل بصف مصافي الجنوب. هاي كلها فلوس احنا جاي نعطيها على مود نفتح هاي المشاريع، وبالتالي راح نزيد كميات البنزين ومشتقات البقيه نزيدها وتتوفر للمواطن البسيط بحيث نستغني عن البنزين المحسن اللي جاي نستورده هسه بالعمل الصعب.